الكاتب الصاعد مصطلح يدل على فرد دخل عالم الكتابة وشرع في إخراج مؤلفات ورقية لجمهور القراء. محمد واحد من هؤلاء الشباب الذي سبق وأن ألف روايتين. عندنا شباب يطالعوا، مازال عندنا شباب يحبوا يوصلوا الرسالة تاعهم بطريقة فنية أدبية مهما كان المجال ديالهم. مثال عن ذلك أنه أنا تخصصي في الجامعة كان رياضيات وإعلام آلي، لكن أبدعت إبداعا في الأدب لأن كتاب رواية أحببت طبيبة كانت أكبر نسبة مبيعات في 2019-2020، وتليها رواية غرفة تشريح الجدد. نقدر نقول أنه الشباب ولا عندهم دور أساسي، لما لا أنه يقدر ممكن جدا يدوا مكانة الكتاب الكبار. فئة الكتاب ولجت إلى الساحة الأدبية من باب فتحت تساؤلات عديدة حول مدى جودة النصوص والمسار الذي انتهجوه في الكتابة. مجموعة من الشباب يعني كتبوا كثير من النصوص، ودور النشر فتحت المجال دون تمحيص، دون قراءة، دون تفعيل لأدوات القراءة أو لجان القراءة. فلاحظوا ظهرت نصوص كثيرة جدا، وهذا شيء إيجابي وسلبي. إيجابي أنه كان نصوص كثيرة عرفناها، في نفس الوقت فتحت المجال لنصوص لا معنى لها. المواهب كان شكون ينميها، كان اللي يوجهها، شيء جميل. طبعا نحن مع المواهب، أنا ضدها بالعكس، أنا شجعت الكثير من المواهب اللي نحس عند قراءة النص نحس باللي عنده قدرة لغوية ويقدر يحسن. ليست المواهب ما ينقص الأدب الجزائري، لكن التأطير أضحى ضرورة لصنع نخبة من الكتاب مستقبلاً.